يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اهلا وسهلا عزيزي القرصان، عزيزي الادميرال، عزيزي الثائر، عزيزي البرمائي. اقول لك ايش ولا ايش اعزائنا، في قصه ون بيس كثيرين، احنا شفنا ايه ولا ايه في فصل اليوم. هذا لا يحدث كل يوم يا جماعه. اودا جالس يطبخ طبخه فاخره جدا. اودا جالس يطبخ من فتره طويله، من 22 سنة. كم 20 سنه 25 سنه من زمان قاعد يطبخ طبخة كبيرة. فكل اللي علينا نسويه الآن يا جماعة، نجلس على مائدة الانتظار وننتظر علشان نشوف نتيجة أم الطبخة هذه. آه يا أودا، أنا أبغاك تتخيل كده عزيزي القرصان، أبغاك تتخيل كده معايا أنه في معركة كبيرة راح تحصل في المستقبل المش بعيد إن شاء الله، ما بين قراصنة وثوار وأدميرالات ونواب وفرسان مقدسين وجيروسي وإيموساما. وفي مكان ما من هذه المعركة الكبيرة يقف شانكس بجوار فيجرلاند غارليند، وأمامهم مباشرة لوفي ودراغون، الأب وابنه أو الأخ وأخوه ضد الأب وابنه. يا لطيف يا المشهد يا جماعة، مو قادر أتخيل المشهد لأني ما أبغى أتخيله أصلا. بصراحة يا جماعة ما أخفيكم، تابعت فيلم ريد على مضض، الفيلم ما عجبني كثير للأمانة، وكنت طمعان في المعلومات المهمة اللي ذكرت داخل الفيلم. قالوا لي إنه في معلومات مرة مهمة بتذكر داخل فيلم ريد، فتابعوا علشان المعلومات وانسى أي شيء ثاني في الفيلم. ولكن أهم معلومة ذكرت داخل الفيلم اللي هي اسم عائلة شانكس، للأسف ما انتبهت له، راح كذا ولا حد ذكرني. بس شكرا على نعمة المتابعين الرهيبين والعظماء واللي أحبهم جدا. لما كنا قاعدين نقرأ الفصل أمس في البث المباشر ذكروني وقالوا لي يوجيه اسم عائلة شانكس ذكر في فيلم ريت، بمعنى أنه الإنسان هذا الجديد فيجرلاند غارلينج من نفس عائلة شانكس. أخوه أبوه موضوع ثاني بنتكلم فيه بعد شوي. وهنا يا جماعة ندرك مدى قيمة فيلم ريد الحقيقية اللي ناس كثير ما عجبهم، وأنا واحد منكم ترى ما عجبني الفيلم، بس كان فيه معلومات مرة قيمة. لو فاكرين في الفيديو الماضي قلت لكم إنه خلاص أتوقع إننا بنطلع من الريفري، أودا خلاص بيودينا المكان ثاني، أي بقعة أخرى غير الريفري. ولكن مثل ما شفنا أودا إيش قال، قال إيه وين تبغى تروح برا الريفري؟ لسه عندي علوم كثيرة أكبها لك داخل الريفري. ولعل هذا الفصل يا جماعة 1086 ورانا كمية خطورة حكومة العالم. احنا عارفين انهم خطيرين، ولكن الان تأكدنا قد ايش هم خطيرين. الموضوع مش واقف على ادميرالات سينجكو اكاينو مدري مين، لا، في فرسان مقدسين، في جيروسي، في ايموساما، لا مش بس كده، في سيرافيم، وفي سلاح اللي ظهر فوق لولوشيا الله اعلم وش هو. وهنا يا جماعة ندرك قيمة كلام دراغون اللي قاله قبل كم فصل، لما قال اذا تحرك الفرسان المقدسين معناته الامور صارت سيريس، الامور ما عاد فيها لعب. وإذا تحرك الفرسان المقدسين ديك الساعة يتحرك دراغون وإيفانكوف والجيش الثوري وكباره. عموما يا جماعة بنتكلم عن كل الأمور المهمة في فصل اليوم بإذن الله، وبنحاول نناقش ونحلل أهم الأشياء اللي فيه. وأكيد لكم مساحة حرة في قسم التعليقات إنكم تهبدون وتحطون نظريات وتحريات على راحتكم، لأني صراحة أحب أقرأ نظريات وتحريات، فلا يوقف اعطيني واهبد كل نظرياتك في التعليقات. طيب يا جماعة قبل ما ندخل الفصل، ما يحتاج أذكركم بس بذكركم، لأنه ممكن الإنسان ينسى، تعرفون كذا أول متحمسين نشوف الفيديو المراجعة بس ما تنسوا تضغطوا لايك، حط لايك على الفيديو عزيزي الوجيه، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كل معلوماتي راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا اطلع لي على ظهر سفينتك وافتح أشرعتك، ويلا بينا نتكلم عن الفصل 1086 واللي كان بعنوان الجيروسي. يقلع أم عنوان الفصل اللي يجيب أم الرعب بحد ذاته. طيب يا جماعة، مثل ما توقعنا وتوقع الكثير، فيفي ما زالت تجهل معلومة انه ابوها مات او الملك كوبرا مات، لانه في اخر ظهور لفيفي مع وابل كانت عادية جدا، ما في اي مشاعر، لا حزن ولا سعادة، عادي البنت جالسة كذا منفس، ما كانت حزينة ابدا بالاصح. وكلنا يا جماعة نعرف ان فيفي بقدر ما هي شخصية قوية وعندها قوة شخصية وعندها نزعة تجاه الحرية وحس عالي بالعدالة، الا انه في جوهرها انسانة طيبة جدا وحساسة، وتحب أبوها الملك كوبرا ومملكة أربستا بكبرى. فإلى حد ما وصلنا كل اللي نعرفه إن فيفي ما تدري عن موت الملك كوبرا نهائيا. واللي لازم نفهمه الآن إن مورغان بحد ذاته جالس يطبخ طبخة، مورغان جالس يطبخ طبخة كبيرة يا جماعة. خلوكم من سالفة خبر إن سابو قتل الملك كوبرا والكلام الفاضي والإجهد وذا الأخبار، لا، مورغان الآن يعرف
كل شيء حصل في غرفة العرش الفارغ، ومعلومة مثل هذه ما راح ندري كيف ممكن يوظفها مورغان. احنا اصلا ما ندري مورغان في صف مين، هو في صفنا، صف القراصنة، صف حكومة العالم، ولا في صفه لحاله، ولا عنده مصيبة ثانية لحاله يبغاها. مورغان جالس يلعب على الحبلين بشكل واضح وصريح. المكان اللي يلقى فيه مصلحته يروح ينطنط فيه. وأتمنى فعلا إنه كل المصايب اللي حكاها له الملك وابل يقدر يوظفها مورغان بطريقة جدا كويسة، مش بالضرورة تكون تخلينا ننبسط، ولكن تخدم أحداث القصة. طيب السؤال الحين يا جماعة، لو فيفي عرفت، إيش راح تسوي فيفي لو عرفت إنه أبوها مات؟ سالفة موت أبوها بحد ذاته هذه صدمة كبيرة بتكون لها، ولكن ايش راح تسوي لو عرفت ان سابو هو اللي قتل ابوها؟ او ايش راح تسوي لو عرفت انه ابوها تم قتله بواسطة حكومة العالم اللي ابوها يمثلها، او لو عرفت انه تم قتله بواسطة الجيروسي وشخص يجلس على العرش الفارغ اسمه او اسمها ايموسما؟ فيفي الان يا جماعة في مفترق طرق مرعب. الخبر هذا لو نزل على فيفي قد يصنع لنا وحش، ولازم مستقبلا راح نشوف تطور واضح في شخصية فيفي لا محالة. خبر زي كذا اما راح يقتل كل ما هو جميل في شخصية فيفي، او ممكن يحولها الى شخصية جديدة تماما، وقد تتمكن منها الرغبة في الانتقام، ونشوف فيفي بشكل ما سبق وشفناه ابدا. غير كذا يا جماعة، احنا امام كمية تقاطعات هائلة في قصة ون بيس. اشياء كثيرة واحداث كثيرة جالسة تحصل، شخصيات جديدة تم تقديمها، موازين القوة صار المنظور لها مختلف الآن، مش بمعنى اختلال موازين القوة أو غيره، لا، أقصد إنه في قوة جديدة جالسة تتقدم لنا داخل عالم ون بيس. قوة إيموسما والجيروسي ما زالت شيء إلى الآن مجهول، ولكن عرفنا إنه في قوة خارقة عندهم. ولك أن تتخيل إن سابو اللي صعب جدا يصاب تم إصابته بإصابة بليغة جدا، وهذا يوضح لنا إنه إيموسما والجيروسي يمكن كمان عندهم استخدام مرعب للهاك. يعني ممكن الأسهم هذيك ما كانت أسهم من قوة فاكهة، ممكن كانت توظيف للهاكي بطريقة نجهلها احنا للآن، غير السلطات الجديدة اللي جالسين نتعرف عليها. كلنا كنا نعتقد انه التنانين السماوية توب، ما حد يقدر يتكلم مع التنانين السماوية ولا يحكم عليهم، ولكن في الواقع وفي فصل اليوم عرفنا انه حتى التنانين السماوية في لهم جلاد. وقصة ون بيس يا جماعة وصلت لمرحلة عالية جدا من التعقيد. أتمنى بس بعد ما يرجع أودا بالسلامة نحصل على كمية إجابات كويسة، بقدر ما إحنا جالسين نحصل على كمية أسئلة كثيرة برضو. عموما يا جماعة، فيفي راح تعرف بموت أبوها عاجلا أم آجلا، بالرغم من إننا شفنا في الفصل إن وابل بنفسه جالس يحاول يخبي عليها، يقول لها مستحيل أقول لك اللي صار في ماريجوا أبدا، أنت بالذات آخر واحدة تعرفي، بل إنه حاول يزحلقها، حاول يصرفها ويفتك منها. وابل لما أخذ فيفي معاه ما أخذها حبا فيها، لا، بقدر ما إنه تورط فيها. يا ليل النشبة هذه، إيش جاب أمها معاي؟ لو شفته في الفصل ترى فعلا حاول يصرفها، قال لها روحي افقعي وخر عني، روحي مع سفينة مملكة أرباستا، لا شوفك عندي، لأنه اللي شافه الملك وابل بحد ذاته مصيبة، ووجود فيفي معاه كمان مصيبة أدهى وأمر. فما نعرف يا جماعة إيش ممكن يكون مصير فيفي. هل ممكن وابل يوصل إلى مرحلة شديدة من اليأس ويحاول يسلمها لحكومة العالم على أمل إنهم يعفوا ويصفحوا عنه؟ مستحيل يعفوا ويصفحوا عنه أنا عارف، بس ممكن الملك وابل يفكر بشيء زي كذا، لأنه اللي يشوف إيموسما والعرش الفارغ مش فارغ لازم يموت. فممكن وابل يقول لا يا ابويا خليني اسلمهم فيفي لعلهم يسامحوني، لانه برضو مثل ما شفنا في فصل اليوم فيفي مطلوبه بالاسم، في بوستر صار لفيفي مطلوبه، ومن مين مطلوبه؟ من إيموسما. يا لطيف. عموما يا جماعه، الى الان احنا مش متاكدين هل الملك وابل مطلوب ولا لا، ولا في اي معلومه رسميه اكدت هل هو مطلوب ولا لا. اوكي، واحد من الجرس يلاحظ انه في واحد كان يطالع من فتحه في الجدار، ولكن الى الان ما حد يعرف انه هذاك الملك وابل، لانه شفنا في الفصل السي بي زيرو قاعدين يبحثون عن فيفي بالصوره، وشفنا كمان السي بي زيرو يبحثون عن سابو بالصوره برضو. فوابل او الملك وابل الى الان ما زال في الجهه الامنه من هذه المشكلة الكبيرة. ولكن خلونا ما ننسى يا جماعة أنه شخصية الملك وابل ما هي شخصية جيدة. وابل أبدا ما يتمتع بالصفات الحميدة والخيرة في عالم ون بيس، شخصية قذرة. فلو جاته فرصة أنه يبيع فيفي علشان مصلحته راح يبيعها بكل سهولة، وهذا الشيء ما هو مستبعد أبدا. ولكن أتمنى وبإذن الله أننا ما نشوف سيناريو زي كذا. وبالحديث عن سابو يا جماعة، سابو حرفيا يا جماعة من أكثر الشخصيات التعيسة والمحظوظة في عالم ون بيس. ولو نرجع في قصة ون بيس راح نتأكد من هذا الشيء.
الأب وهو طفل عاش حياة بائسة جدا، أصيب وهو يحاول يبحر بقاربه الصغير هذاك، لا وكمان فقد ذاكرته، انضم للجيش الثوري، ولما استعاد ذاكرته استعادها على أتعس جزئية ممكن يستعيد فيها إنسان ذاكرته، أقصد لما عرف إنه إيس أخوه مات في المارين فورد. وصل للريفري ولقي نفسه أمام الجيروسي وإيمو ساما، وبعدها تم تلفيق تهمة إنه هو اللي قتل الملك كوبرا وهو بريء، أصيب إصابة بليغة جدا وهرب في أحد مستودعات السفن، أو بالتحديد سفينة لولوشيا. شوفوا حظه قديش تعيس، سفينة لولوشيا اللي بعد شوية بتتدمر، غير إنه الناس تعتقد إنه قاتل ملك، بالرغم من إنه هذا الشيء في صالح الثورة، إلا إنه في نفس الوقت يظل عبء كبير جدا يحمله ساب، الناس تتهمه بالقتل وهو ما قتل أصلا. غير كذا يا جماعة، سابو يحمل على كتفيه عبء كبير جدا وهو تنفيذ وصية الملك كوبرا. وبعدها وصل إلى لولوشيا كمان، والحمد لله إنه من حسن حظه إنه بعد عن لولوشيا، وإلا كان شفناه مثل فص الملح اللي يذوب في الموية. فلكم أن تتخيلوا يا جماعة الهم والعبء الكبير اللي فيه سابو. سابو الآن لازم يوصل رسالة الملك كوبرا ضروري لفيفي وللوفي اللي إن شاء الله بنشوفهم عرسان في المستقبل. لوفي مطلوب، فيفي مطلوبة، سابو مطلوب، حرفيا أكثر ثلاث شخصيات مطلوبة الآن في عالم ون بيس هم الثلاث هذول. فكل اللي نقدر نقوله لك يا سابو أعانك الله، أعانك الله، عبء ومسؤولية كبيرة تقبع بين أيدي هذا الثائر. يا عم الفريم هذا، شوفوا الفريم هذا، الفريم هذا يوريكم قد إيش سابو في وضع جدا سيء، مش فقط ألم جسدي كمان ألم نفسي. في النهاية سابو ترى إنسان طيب وعنده ضمير يأنب على قلة الحياة والمسخرة اللي بيشوفها هذه أو اللي شافها. يا رجل الجيروسي، الجيروسي نفسهم شخصيا إيش قالوا؟ قالوا عن سابو إنه يعيش قدر تعيس جدا، وقالوا هالكلام بس لأنهم يعرفون إنه محاط بناس كثيرة من الدي. أجل لو عرفتوا الجيروسي المصائب الثانية اللي مر فيها سابو إيش بتقولوا؟ ماكل فاكهة التعاسة من دون ما ندري. نجي لموضوع المذر فليم أو مصدر اللهب، واللي هو موضوع شائك والناس كلها خبطت في بعضها فيه. ناس قالت عنه إنه سلاح بقوة الأسلحة الأثرية، وناس قالت لا هو مجرد مصدر للطاقة لا أكثر. وأنا صراحة أرجح فكرة إنه مصدر للطاقة. المذر فليم أو مصدر اللهب هو مصدر للطاقة، أو بالتحديد مصدر طاقة لأحد أو لتشغيل أحد الأسلحة العتيقة. وكوننا نعرف إنه الأسلحة العتيقة ثلاثة، بس خلونا نذكرها مع بعض على السريع. شيراهوشي وهي السلاح بوسيدون، بلوتون وهي السفينة اللي تأكدنا من وجودها في وانو، وأخيرا السلاح أورانوس واللي للحين نجهل مكانه وشكله وهيئته. ولكن خلونا نفكر بطريقة منطقية، خلونا كذا ناخذ الموضوع بطريقة شوية هادية ومنحوس. الأسلحة العتيقة يا جماعة موجودة منذ قديم الزمان، من قبل 800 سنة. بوسيدون هو قوة طبيعية تتوارثها الحوريات وتسمح لهم بالتحكم بملوك البحر. بلوتون وهو سفينة برضو حربية يفترض انها جدا عملاقة، ويا عالم ايش ممكن تكون قوتها والرعب اللي ممكن تتسبب فيه. ولكن اورانوس، احنا يا جماعة نتكلم عن سلاح يطير في الجو لا محالة، والكلام هذا مش كلامي بس، انا اكتشفت انه كل العالم تقول كون بوسيدون سلاح تحت البحر وبلوتون سلاح يمشي على البحر، فغالبا وبنسبة كبيرة اورانوس سلاح يطير في السماء. هذه التقسيمة اللي واضحة قدامك، وهنا مربط الفرس يا عزيزي القرصان، ركز معاي. سلاح تحت البحر هو عبارة عن حورية ما يتطلب مصدر طاقة ولا شيء، طفلة أو حورية صغيرة تولد بعد كل 100 سنة أو كل كم سنة، وتقدر تتحكم بوحوش البحر، ما يتطلب مصدر طاقة ولا أي بطيخ. وبلوتون هو سلاح يمشي على البحر، سفينة تمشي على البحر، وممكن ما تتطلب مصدر طاقة كبير مثل السلاح أورانوس، يعني ممكن فيه ألف طريقة لتشغيل هذه السفينة. ولكن السؤال الأهم، أورانوس كونه سلاح طائر يطير، يعني يكون في الأرض ويضطر إنه يطير يحلق، فأكيد إنه السلاح هذا يحتاج مصدر طاقة ابن كلب، يحتاج مصدر طاقة قوي جدا، وإحنا نتكلم عن سلاح أثري موجود منذ 800 سنة. فالسيناريو المقترح والمرجح بالنسبة لي، سلاح أورانوس موجود عند إيمو سما من زمان، ولكن إيمو سما واجهت مشكلة في كيف إنها تشغل هذا السلاح، كيف أخليه يطير؟ مو راضي يطير، ما في مصدر طاقة يخليه يطير. وكلنا نعرف انه مصادر الطاقة محدودة جدا في عالم ون بيس. وهنا جاء دور مين؟ اسألني جاء دور مين؟ جاء دور ابو راس كبير فيجا بانك، واللي قدر بالفعل انه يصنع مصدر للطاقة قادر على اعادة وتشغيل السلاح اورانوس اللي يخليه يطير في الجو. ومصدر الطاقة هذا تم تسميته بالمذر فليم او مصدر اللهب. مذر فليم لو بنترجمها حرفيا يعني بيطلع معانا مجموعة كلمات، ام اللهب او الام اللهب
أو مصدر لها. كلمة مذر ما تقال فقط للأم، تقال للأشياء اللي هي مصدر الأشياء. ولسوء حظ سابو وسوء حظ مملكة لولوشيا، قررت إيمو سما إنها تجرب مصدر الطاقة هذا وتشغل السلاح أورانوس. وبالفعل مصدر الطاقة اللي قدر يصنعه فيجا بانك قدر إنه يشغل السلاح أورانوس، وبسببه تم تدمير مملكة لولوشيا ومحوها من على الخريطة تماما. طيب حلو يا وجيه، حلو يا أبو المذر فليم، يا أبو مصدر الطاقة، أنت كيف تم محو جود فالي زمان إذا مصدر الطاقة ما هو موجود إلا جديد؟ هل كان في مصدر طاقة زمان يعني ثاني؟ جايز، وارد، ممكن، ولكن في احتمال آخر. السلاح أورانوس أيام الجود فالي كان باقي فيه طاقة، كان باقي فيه شوية بنزين، وآخر استخدام للسلاح أورانوس كان في الجود فالي، بعدها انطفى انتهى مصدر الطاقة. جايز ترى، حرفيا جايز. ولاحقا جاء فيجا بانك وقالوا له هي السلاح هذا ما احنا قادرين نشغله، آخر مرة استخدمناه في الجود فالي وطفى، شوف لنا طريقة وشغله لنا زي الروبوت المطفي هذاك. أو ممكن الروبوت هذاك العملاق اللي استيقظ قبل 200 سنة وتوقف في ماريجوا كان باقي فيه شوية مصدر طاقة وحطوه في السفينة وأقلعت في الجو. سيناريو ما هبدي بس خلونا نقول. عموما السيناريو اللي قلته اللي هو المذر فليم أو مصدر اللهب هو عبارة عن مصدر طاقة لتشغيل السلاح أورانوس، أنا أشوفه سيناريو جدا متماسك ويتماشى مع أحداث القصة وتدعمه المعلومات المتاحة بين أيدينا الآن. طيب ماذا لو طلع المذر فليم أو مصدر اللهب هذا ما له علاقة بأورانوس وممكن يكون بالفعل سلاح جديد صنعه فيجا بانك؟ هنا نرجع لكلام دراغون يعرف فيجا بانك عز المعرفة، وبعظمة لسانه في فصل اليوم قال فيجا بانك مستحيل يصنع سلاح فتاك كذا أبدا. ففكرة إنه المذر فليم أو مصدر اللهب سلاح جديد لا مستبعد. وإحنا إيش ورانا؟ ننتظر ونشوف، الله أعلم. طيب يا جماعة خلونا نتكلم عن مدى قسوة وحقارة المدعو بإيمو سما. إيمو سما حرفيا جربت المذر فليم على لولوشيا فقط لأجل التجربة كذا، بس أبغى أجرب، ومش لأنه لولوشيا فيها مصيبة ولا فيها منقلبين، لا كذا لتجربة أبغى أجرب، وكمان لأنه لولوشيا مرة قريبة قالت هذه قريبة وخلينا نجرب السلاح عليها، قريبة جنبنا خلينا نجرب عليها بسرعة يعني ايش ورانا. وهذا يدعم كلام جدا مهم انا قلته يا جماعة، اذا تبغى تجرب مصدر طاقة جديد فانت في الغالب راح تحاول تقتصد في استخدام مصدر الطاقة هذا، بمعنى انك ما راح تسرف في استخدامه. علشان ايش؟ علشان ترجع وتستخدمه بعدين، لو خلص مصدر الطاقة هذا ممكن ما يقدر يصنعه مرة ثانية فيجا بانك، ممكن نتورط ويصير السلاح مطفي مرة ثانية. كما قالت وين أقرب جزيرة هنا ما تصرف بنزين؟ إيوة لولوشيا، يلا جربوا عليها، نبغى نحافظ على الطاقة الهائلة والنادرة هذه اللي تشغل هذا السلاح العظيم، بحيث إيش؟ نستخدمه في الإيج هيد، لأنه الجروسي كمان قالوها بالوصف الدقيق، إذا مصدر اللهب هذا طلع فعال بالفعل فرح نقدر نتعامل مع المصيبة في الإيج هيد. حرفيا يا جماعة إيمو سما ناوية تسوي في الإيج هيد مثل ما سوت في لولوشيا ومثل ما سوت في الجود فالي زمان. ولكن السؤال الآن، ليش زحل طيب متجه للإجهد؟ سؤال مهم ترى يا جماعة، إذا السلاح هذا ومصدر الطاقة شغالين بشكل ممتاز، ليش إيمو سما ما تدمر أم الإجهد وتفكنا؟ ليش ترسل أحد الجيروسي إلى الإجهد؟ هل لأنه مصدر الطاقة هذا المذر فليم أو مصدر اللهب محدود؟ أو هل لأنه حاليا مصدر اللهب هذا غير كافي للوصول للإجهد؟ سؤال شاطح وهبداوي بس برضه يستحقنا نطرحه وبنشوف إجابته مستقبل. طيب يا جماعة نيجي لموضوع الجيروسي الخمسة، بغض النظر عن قوتهم الهائلة، بغض النظر عن ولائهم الشديد لإيمو سما، إلا إنهم أظهروا شوية تعاطف مع مملكة لولوشيا. لما إيمو سما قالت يلا بنجرب السلاح هذا والمذر فليم أو مصدر اللهب جربوه على لولوشيا لأنها قريبة، رد عليها عطارد، حرفيا عطارد رد عليها وقال هي في ناس، في أبرياء في مملكة لولوشيا، ليش نجرب عليهم؟ ندور أي أرض قاحلة ونجرب عليها. قالت لا جرب لأنها قريبة، ما نبغى نروح بعيد. فليش عطارد يقول لها ذا الكلام؟ هل لأنه فيه شوية خير؟ يمكن فيه شوية خير، أو ربما يكون هو الوحيد بينهم اللي فيه نزعة تجاه الخير وحس طيب للعدالة. مش أكيد بس كلامه تعاطفه يقول إنه لا، الإنسان هذا يرفض بعض الأفكار القاسية اللي تتبناها إيمو سما، والله أعلم. عموما يا جماعة تم تقديم الجيروسي اليوم بشكل واضح جدا، زحل موكل بالدفاع العلمي، المريخ أو مارس موكل بشؤون البيئة، عطارد موكل بشؤون القضاء، قضاء عدل طيب متعاطف مع الناس، الزهرة موكل بالشؤون المالية
محاسب تجيب فلوس عد أدري الموضوع أعقد من كذا أهجد أستهبل. وأخيرا المشتري والموكل بشؤون الزراعة. صدقوني يا جماعة لو في واحد فاضي ومروق، وهذه دعوة لكل المتابعين، لو في واحد فاضي ومروق المناصب الخمسة هذه للجروسي راح تقدرون تطلعون من وراها قصص وسيناريوهات كثيرة، دفاع علمي وشؤون بيئة وقضاء وزراعة ومالية. أنت تتكلم عن منشأة، أنت تتكلم عن كيان، عن هيكل تنظيمي، في تفاصيل كثيرة ممكن نبحبش فيها في المناصب هذه، في مادة دسمة جدا وقابلة للتحليل. ولكن بالنسبة لي أنا أحتاج معلومات أكثر علشان أقدر أبحبش فيها بشكل أفضل. نيجي لمعلومة مهمة 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 جدا، ذكرت في فصل اليوم بواسطة أحد الجروسي، أو بالتحديد ذكرت بواسطة القديس مارس أو المريخ. حرفيا يا جماعة لما إيمو سما قالت دمروا لولوشيا لأنها قريبة ما حد اعترض إلا عطارد، ولكن هذا بالتحديد مارس قال سمعا وطاعة، كلهم بيقولوا سمعا وطاعة، ولكن هذا قال كلمة بعد سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فالعالم يسير حسب ما تمليه إرادة صانعه. طب أحا أحتين، حرفيا يا جماعة مارس جالس يقول لك ولي يا عزيز الوجيه إن إيمو سما أستغفر الله هي الخالق لعالم ون بيس، هي اللي خلقت عالم ون بيس، إلا لو كان كلامه مجرد كلام مجازي يعني. السؤال الآن، هل إيمو سما قبل 800 سنة أعادت بناء العالم من الصفر، أو أعادت تشكيل الكرة الأرضية أو عالم ون بيس بطريقة ما، وبعدها تم وصفها بالآلهة أو الخالق لعالم ون بيس؟ سؤال. لأنه حرفيا يا جماعة لما تطالع في خريطة عالم ون بيس أبدا شكل الخريطة ما هو طبيعي، نهائيا ما هو طبيعي. جراند لاين وجزر موزعة في الجراند لاين، الحزام الهادئ والوحوش اللي تعيش فيه، الريد لاين اللي يقسم أم الكرة الأرضية نصفين، الجبل المعكوس، التضاريس العجيبة في خريطة ون بيس تقول إنه في تدخل بشري لعب في ملامح هذه الخريطة لا محالة. التضاريس العجيبة لعالم ون بيس أبدا ما هي طبيعية، كأنه في أحد مسك الجزر ووزع وسوى الجراند لاين والريد لاين والحزام الهادي، ما هي طبيعية أبدا. عالم ون بيس أعتقد والله أعلم أنه قبل 900 سنة كان بشكل، وفي القرن الفارغ والمعركة الكبيرة اللي صارت في القرن الفارغ تغيرت ملامح عالم ون بيس تماما إلى الشكل اللي نعرفه الآن. طيب خلونا نقول يا جماعة أنه إيمو سما صعب جدا أنها تغير ملامح العالم، مين الشخصية اللي ممكن تغير ملامح العالم؟ أتوقع كلنا عارفين وممكن الإجابة طلعت قدام وجوهكم الآن، صح؟ الجوي بوي. كلنا يا جماعة نعرف قدرة فاكهة نيكا المرعبة جدا، فإذا في شخص عنده القدرة على إعادة تشكيل العالم وتوزيع الخريطة كده بشكل عشوائي وبشكل منظم، فراح يكون الجوي بوي لا محالة. فاكهة نيكا أو فاكهة الجوي بوي اللي يملكها لوفي الآن عندها قدرات قد تكون لا محدودة، فإذا في شخص قادر مستقبلا على إعادة تشكيل الكرة الأرضية في عالم ون بيس، فراح يكون لوفي لا محالة. مش بالضرورة يكون تغيير جذري، خلونا ما نروح بعيد، لوفي ممكن يكون عنده القدرة على إزالة الريد لاين تماما، لأنه كلنا نعرف حلم سانجي. حلم سانجي ليش نروح بعيد؟ حلم سانجي علشان تحقق حلم سانجي يا لوفي وتصنع شيء اسمه الأزرق الكامل أو الأول بلو، لازم تشيل الريد لاين تماما من الخريطة، أو على الأقل تشيل الجبل المعكوس، أو على الأقل تشيل الجزئية اللي فيها ماريجو علشان يصير عندنا بحر مدمج من الأربعة بحار. شيل الجبل المعكوس أو شيل جزء من ماريجوا راح يطلع معاك الأول بلو. والله أنا ما أعرف كيف شطحت، سامحوني، أنا شطحت شطحة بنت 66 شطحة، معليش سامحوني. خلونا نرجع لموضوع الفصل، ولكن الأمور اللي ذكرتها بخصوص ملامح عالم ون بيس حبيت اني اذكرها ومن زمان صراحة في بالي. طيب يا جماعة ننتقل للجزئية الثانية. رسميا في فصل اليوم تأكدنا انه كل شخص كان تشيبوكاي سابقا، وبعد الغاء نظام تشيبوكاي صار فيه نسخة منه، او نسخة سيرافين منه. هانكوك في نسخة منها، جيمبي في نسخة منه، ميهوك وكوما، واليوم كمان شفنا ثلاث نسخ جديدة من السيرافيم، دوفلامينجو، موريا، وكمان كروكودايل، ويا عالم ممكن يطلع لنا تيتش كمان سيرافيم، كله جاهز. فلكم أن تتخيلوا القوة الهائلة يا جماعة الموجودة الآن بين أيدي حكومة العالم وأيدي إيمو سما. أحا من هنا إلين يرجع أودا بعد شهر. أبغاك بس تتخيل شكل الحرب الأخيرة، تخيلها كده. شفنا المارين فورد، حماس ما بعده حماس، المعارك اللي صارت في وانو، حماس ما بعده حماس. أجل إيش بيصير الآن في المعركة الأخيرة؟ قراصنة، ثوار، برمائيين، أسلحة عتيقة، وفي المقابل أدميرالات، نواب أدميرالات، سيرافيم، فرسان مقدسين، جيروسي وإيمو سما. يا لطيف يا المعركة اللي جالس يطبخها أودا، يا لطيف يا الحوسة اللي جالس يقحمنا فيها أودا. أطبل أجيب دربكة وأطبل، إيش أسوي؟ خلاص
انا احس اني طبلت كثير لاودا لدرجه اني صرت ابالغ، ما ابغى اوصل لمرحله المبالغه، ابغى اطبل التطبيل اللي يستحقه اودا، والمشكله التطبيل اللي يستحقه اودا ما وصلت له للحين. منك لله، منك لله يا اودا، وتقوم بالسلامه ان شاء الله. نرجع لنقطه مهمه برضو ذكرت في فصل اليوم يا جماعه، ايمو سما شخصيه خالده لا محاله، وهذا انتصار لي. انا لما قلت المعلومه هذه قلت اخ الله انا جبتها يا ولد، طلع 99% من المراجعين والمحللين والمتابعين قالوا ذي المعلومه زيي. عموما يا جماعه، ايفانكوف قال انه في فاكهه في دليل الفواكه تمنح الخلود، تمنح الخلود الابدي للشخص اللي ياكلها، واللي خلاه يربط الفاكهه بايمو سما، او اللي خلى ايفانكوف يربط الفاكهه فاكهه الخلود بايمو سما، هو انه اسم ايمو سما اسم قديم جدا، والملك كوبرا قال نفس الكلام، قال اسم ايمو سما ده مو غريب علي، سبق وقرأه في التاريخ. ضمن الملوك العشرين المؤسسين لحكومه العالم قبل 800 سنه كان هنالك ملك اسمه ايمو نيرونا، ملك ما قالوا ملك اسمه ايمو نيرونا، يعني ممكن ايمو سما ذكر وممكن ما زلنا بنخبط في بعض برضو. طيب لو فاكهة الخلود عند ايمو سما، ايش قصة ام الاسهم اللي اطلقها هذيك على سابو والملك كوبر؟ سؤال جميل، سؤال جميل. احنا الان امام عدة احتمالات. الاحتمال الاول، فاكهة الخلود تمنح الخلود لاكلها، ولكن فيها صفات وقدرات تسمح لمستخدمها بالهجوم والدفاع، وايش قصة الاسهم هذيك الله اعلم، ولكن ربما تكون جزء من فاكهة الخلود. الاحتمال الثاني، فاكهة الخلود تمنح الخلود أيوة، ولكن إيمو سما يمتلك فاكهتين وربما أكثر من فاكهتين، لأنه كلنا نعرف في تطبيق واضح لموضوع أكل أكثر من فاكهة عند تيتش، بغض النظر تيتش عنده قلبين ثلاثة قلوب الله أعلم، فإيمو سما عندها فاكهة الخلود وفواكه أو فاكهة ثانية، وهذا اللي خلانا نشوف إيمو سما تطلق أسهم وبالهيئة هذه. والاحتمال الثالث، فاكهة الخلود تمنح الخلود، ولكن إيمو سما ليس مجرد شخص، بل ربما يكون صفة للشخص أو اسم للشخص اللي يحكم العالم، زي الجوي بوي لقب، لكن هل الجوي بوي شخص واحد؟ لا، أشخاص. ولقب إيمو سما لقب يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، ولكن أنا شخصيا أستبعد الاحتمال الثالث هذا، وأنا مع الاحتمال الثاني وأرجحه أكثر. فاكهة الخلود تمنح الخلود، وإيمو سما خالدة أو خالد منذ أكثر من 1000 سنة، ولكن في نفس الوقت عنده قدرات فواكه شيطان أخرى، أو ربما يكون هو الشيطان اللي يوزع فواكه الشيطان شخصيا. والله جاء في بالي سؤال يا جماعة، السؤال الآن، هل كان الجوي بوي هو حاكم العالم في هذيك الأزمنة أو في الزمان القديم؟ هل كان الجوي بوي يحكم عالم مليان سعادة؟ هل كانت المملكة المزدهرة هي العرش أو عرش حاكم العالم، وكان الجوي بوي آنذاك يحكم عالم سعيد ومزدهر، وفجأة انقلبت عليه حكومة العالم وتربعت مكانه إيمو سما، وحولت العالم من عالم سعيد وجميل ووردي إلى عالم تعيس يحكمه الظلم والعبودية؟ سؤال جوة سؤال يا جماعة، خلوه عندكم. والسؤال الأكبر الآن، هل حلم لوفي هو إعادة تشكيل العالم ونشر السعادة فيه وإزالة كل ما هو سيء؟ يعني ممكن لوفي بعد ما ينتصر في نهاية قصة ون بيس يعيد تشكيل خريطة العالم في ون بيس، بحيث يخلي العالم عالم واحد ويعيش العالم فيه بطريقة طبيعية من دون الطبقية والإيمو سما والجيروسي واللف والدوران هذا، وفي نفس الوقت يشيل الريد لاين من على الخريطة ويسوي لنا الأول بلو ويحقق حلم سانجي؟ يعني هبدة طيبة، بس خلونا نذكرها، ما تدرون وش يصير في المستقبل يا جماعة، بعدين تسمعوني في البث أقول يا ليتني قلتها، والله ما خليها في خاطري، هبدة ولا مش هبدة. تفضل. بين ميكر أحد أعضاء فريق سكوبر جابان، يا أخي الآدمي هذا مذهل، الآدمي هذا رائع ما شاء الله عليه، عنده قدرة رهيبة على البحث وعنده قدرة رهيبة على صياغة حجج منطقية بشكل جدا جميل. كلمني قبل ما أصور الفيديو هذا على تويتر وذكرني بمعلومة مرة رهيبة، هي ما هي مهمة بس مرة رهيبة، وبغض النظر عن أنه الاقتباس اللي ذكرني فيه هو بسيط وعادي، ولكن يوريك قد إيش أودا إنسان مثقف جدا ويحب يقحم التاريخ في قصته حتى في أبسط الأمور. يقول لك يا جماعة، في زمن ما، زمان يعني في أحد الأزمنة في عالمنا الحقيقي، كان فيه ملكة فرنسية اسمها ماري أنطوانيت، وفي مرحلة ما الشعب الفرنسي آنذاك أصابهم الجوع والقحط، ولما عرفت الملكة الفرنسية ماري بهذه المعلومة أن الناس جعانين وملاقين شيء يأكلوه، ردت عليهم وقالت Let them eat cake، أو دعوهم يأكلون الكيك. ما فيش خبز، ما فيش طعام، ما فيش إلا كيك، كلوا كيك بالعافية عليكم. واليوم أودا في هذا الفصل اقتبس كلامها، وشفنا الجوع والقحط يتمكن من مريجوا، وهذا يقول لك أنه خطة الثوار نجحت، وأحدهم قال في الفصل كذا واضحة وصريحة، لا يوجد طعام، لا يوجد خبز، ما عندنا الا كيك، كل كيك، ايت كيك، ليت ذم ايت كيك،
أسطورة ياساب وأسطورة يا الجيش الثوري. شايفين قديش أودا مهووس بالاقتباسات؟ مهووس بالاقتباسات يا أخي الإنسان هذا، ما أدري كيف ممكن نوصفه، مجنون مجنون، ما هو عاقل أبدا. شكرا بين ميكر صراحة على المعلومة اللذيذة هذه، بسيطة بس لذيذة والله يا رهيب. نيجي للبقعة الكبيرة والمصيبة اللي راح نختم فيها هذا الفيديو، واللي أودا أظهر لنا فيها شخصية جديدة. أودا قاعد يسوي أشياء كثيرة، أودا قاعد يقدم شخصيات جديدة، وهذا الشيء أتوقع في حد علمي إنه مو شيء سهل. شخصية تتسم بالقوة لا محالة، شخصية فاخرة جدا وفخمة من منظرها، ومش بس واضح إنها كذا قوة شخصية بس، ومش قوة بدنية، قوة بدنية وقوة شخصية وسلطة، ثلاثة في واحد، وهي شخصية فيجرلاند غارلينج، واللي يفترض إنه من نفس عائلة مين؟ يا سلام عليك، عائلة شانكس. ايوه يا وجيه، لا 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 تجحدها لا تجحدها، قول اللي عندك، ايش معنى كلامك هذا يا وجيه؟ معناته إنه نظرية إنه شانكس عنده توأم، شيل ودي زبالة، اوكي سمعتها خلاص مبسوط، يلا تشمت فيني بس حط لايك. اودا يا جماعة لما رسم لنا ظل يشبه ظل شانكس في وصف الفرسان المقدسين ما كانت حاجة واضحة وصريحة، انما حاجة رمزية، والواقع طلع انه قائد الفرسان المقدسين او القائد الاعلى للفرسان المقدسين هو شخص من نفس عائلة شانكس، وعشان كذا اودا رسم لنا ظل يشبه ظل شانكس علشان نتوقع انه شانكس، وفي الاخير يطلع شخص من نفس عائلة شانكس، ممكن ابوه ممكن عمه ممكن اخوه الله اعلم، ولكن الاكيد انه من نفس عائلة شانكس. والادهى والامر يا جماعة انه الانسان هذا عنده سلطة عالية جدا. لاي درجة عالية؟ لدرجة انه يقدر يحكم بالاعدام على التنانين السماوية. شايفين قديش احنا كنا مرة مصدومين بالتنانين السماوية، ما حد يقدر يقول لهم لا، ما حد يقدر يقول لهم احا، هذا يقدر يعدم ويحكم على التنين السماوية بالإعدام. طب أحا أحتين ثلاثة، مين يزود؟ هبلو بابلو زيد. غير كذا يا جماعة، غير قوة الشخصية، غير القوة البدنية اللي واضح إنه يتسم بها، غير السلطة، الآدمي هذا كان موجود في الجود فالي، كان ملك الجود فالي، ومن مظهره يا جماعة أنا أقول لكم لا محالة نحن أمام شخص معضل يا لطيف، نحن أمام سياف، ربما يكون سياف مرعب كمان يا لطيف. فلك أن تتخيل إنه البحرية قوة والأدميرالات أقوى قوة في البحرية، صح؟ هي ماريجوا كمان قوة، والفرسان المقدسين أقوى قوة في ماريجوا، غير الجيروسي، غير إيموسما، غير السيرافيم، غير الأسلحة العتيقة، بلا بلا بلا. فإحنا يا جماعة نتكلم عن إنسان مدقدق إلين قال آمين، إحنا نتكلم عن شخص قاتل في الجود فالي، إحنا نتكلم عن شخص كان ملك الجود فالي إن صحت الترجمة، يعني لأنه في ناس اختلفوا في الترجمة، هو كان ملك الجود فالي ولا ملك في أحد الدول وبعدين كان موجود في الجود فالي، خلونا نقول ملك الجود فالي. وهذا الكلام يا جماعة وظهور هذه الشخصية يفسر لنا كل شيء كنا نجهله عن شانكس، أو معظم الأمور اللي كنا نجهلها عن شانكس. شانكس لما قدر يوقف المارين فورد سمحوا له إنه فعلا يوقف المارين فورد وياخذ جثة اللحية البيضة وإيس، لأنه يقرب للشخص المدقدق هذا. شانكس قدر يدخل على الجيروسي ويسولف معاهم ويحط رجل على رجل وياخذ ويعطي معاهم، لأنه على صلة بالشخص المدقدق هذا. اللحية البيضة قال لشانكس، بنرجع للمعلومة دي لازم، اللحية البيضة قال لشانكس كلما رأيت وجهك شعرت بألم الندبة الذي تسبب بها ذلك الوغد. ليش اللحية البيضة يقول الكلام هذا؟ لأنه شانكس على صلة بالشخص المدقدق هذا واللي من نفس عائلته. اللحية البيضة تعارك مع هذا الشخص وأصابه إصابة بليغة، ولما نتكلم إنه في شخص قدر يصيب اللحية البيضة ويترك ندبة وجرح على صدره، إحنا نتكلم عن شخص مرة قوي. والسؤال الأهم واللي راح نختم فيه فيديو اليوم، معليش أنا أحب شانكس، بس يا شانكس أنت مع مين بالضبط؟ أنت معانا؟ مع القراصنة؟ مع الثوار؟ مع البحرية؟ مع حكومة العالم؟ مع يونكو العالم السفلي؟ أنت مع مين بالضبط؟ ايش قاعد تسوي؟ something fishy about Shanks. ختاما يا جماعة الفصل 10 من 10 من هنا إلين يرجع أودا من إجازته، فصل فجر كل ما هو قابل للتفجير في عقولنا. ترجع بالسلامة يا أودا، يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.